بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفهما ويقينا وثباتا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فنواصل في شرح العقائد النسفية للإمام سعد الدين التفتزاني رحمه الله تعالى ورضي عنه، ونفعنا الله تعالى بعلومه وعلوم مشايخنا في الله تعالى أحياء وأمواتا، اللهم آمين. كان الكلام في الدرس الماضي عن حكم مرتكب الكبيرة، وبأن أن مذهب أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو مؤمن سواء كان عاصيا أو فاسقا أو إلى غير ذلك، لكنه لم يخرج، أو أن الكبيرة لم تخرجه من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، خلافا لمين؟ للمعتزلة، حيث زعموا طبعا المعتزلة مذهبهم في ذلك أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، وهذا ما يسمونه المنزلة بين المنزلتين، وهذا بناء على أن الأعمال عندهم جزء من حقيقة الإيمان، يعني الإيمان له أكثر من شطر أو جزء، التصديق جزء والأعمال جزء. لكن ما المراد بالأعمال؟ التصديق معروف، ضده التكذيب. الغريب أنهم في الأعمال أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم قالوا المراد بالأعمال يعني فعل الواجبات وترك المحظورات. أنه بعض الناس في المرة الماضية كان بيسأل عن قضية الترك، يعني لا، يعني مش معناها فعل الأعمال يعني الأعمال الصالحة، لكن المراد فعل الواجب وترك الحرام، هذا هو المراد. فإذا فعل ولم يترك فلا يكون قد حصل الأعمال، أو إذا ترك ولم يفعل، يعني واحد لا يزني لا يسرق لا يصلي، هذا ترك، لكنه يعني ترك الزنا ترك الخمر وترك فعل الواجب وإقامة الصلاة، فلا يكون مؤديا للأعمال إلا بفعل الواجبات وتركهم. إذن فالترك جزء أيضا، لأنه ما يعني وإلا حنقع في مشكلة أخرى. فإذن المراد بالأعمال أنها جزء من حقيقة الإيمان، يعني أبو هاشم الجبائي وأبوه أبو علي قالوا فعل الواجبات وترك المحظورات. الغريب انه في ابو الهذيل العلاف قال قال الاعمال يعني معنى انه الانسان لا يكون مؤديا للاعمال الصالحه الا اذا فعل الطاعات. شوف كده، يعني المراد بالأعمال، احنا قلنا أبو علي الجبائي وابنه قال فعل الواجب وترك يبقى لم يدخل المندوب ولا خلاص، يعني إذا فعل الواجب
وترك المحظور يبقى هذا إيه يعني عندهم. لكن أبو الهذيل يقول إيه؟ يقول فعل المراد بالأعمال فعل الطاعات واجبة أو مندوبة حتى أدخل الإيه المندوب. يعني عاوز يقول إنه إذا فعل الواجب فقط ولم يفعل المندوب يبقى كده إيه مش يعني لم يأتي بشرط إيه تحقيق الأعمال. لكن كونه يخرج عن حقيقة الإيمان ولا يدخل الجنة بترك المندوبات هذا مما لا يقول به عاقل. يعني كونه يعني لا يكون مؤمنا ولا يدخل الجنة إذا ترك المندوبات هذا لا يقول به إنسان عاقل. ولذلك ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة بل اللي هم المعتزلة عندهم المرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، وهو في منزلة بين المنزلتين بناء على أن الأعمال جزء من حقيقة الإيمان. وقلنا إيه المراد بالأعمال؟ طبعا جمهور المعتزلة قالوا فعل الواجب وترك الحرام، لكن طبعا في البعض غالة زي أبو الهذيل وقال ده يدخل فعل الطاعات سواء كانت مندوبة أو واجبة. ولا تدخله، أي لا تدخل العبد المؤمن في الكفر، خلافا لمين؟ والخوارج مصيبتهم أعظم. ليه؟ لأنهم قال مرتكب الكبيرة كافر، لم يقولوا بالمنزلة، بل ومرتكب الصغيرة أيضا، لأن الذنوب عندهم كلها كبائر، لا يوجد صغير، لأنه ما فيش عندهم يعني مرتبة وسط، الذنوب كلها كبائر، ولا واسطة بين الإيمان وبين الكفر. طبعا هذا الكلام فيه شطط وفيه انحراف فكري شديد جدا، بدليل مثلا ده في بعض يعني هم بيقولوا حتى مرتكب الصغيرة لأن الذنوب كلها كبائر. النص القرآني نطق يعني بصدور المعصية ولو على تأويل على الأنبياء والرسل، وعصى آدم مثلا في مخالفات، فهذه المخالفات في من قال بسببها، يعني لو تمسك بالظاهر أن الأنبياء ممكن تجوز عليهم الصغائر لكن الكبائر لا، بناء على مذهب الخوارج أن الذنوب كلها كبائر، ويبقى مرتكب الصغيرة مثل مرتكب الكبيرة كافر، فيلزم بناء على هذا قولهم بكفر الأنبياء. وإن لم يقولوا بذلك فقد خرجوا عن مذهبهم، لأنه هل يستطيع أن يقولوا الذنوب التي فعلها الأنبياء بناء على من يجوز ويقول، هل يستطيع أن يقولوا أنها كبائر؟ لا، إذن لا يوجد في الذنوب إلا يا كبائر يا صغائر. فلو أقروا بأنها صغائر وعندهم أن الصغيرة مثل الكبيرة يبقى الأنبياء كذا كفار، لأنهم ارتكبوا بحسب النص القرآني. وإذا كفروا الأنبياء كفروا، وإن قالوا بغير ذلك فقد تركوا لو قالوا إنهم لا يكفرون بارتكاب الصغائر إذن تركوا تركوا مذهبهم القائم على أنه الذنوب كلها كلها كبائر. خلاص. ثم دخلنا في الكلام على على احتجاج، وصلنا عند فين يا شيخ محمد؟ احتجت المعتزلة. احتجت المعتزلة بوجهين، الأول أن الأمة بعد اتفاقهم على أن مرتكب الكبيرة فاسق اختلفوا في أنه مؤمن، وهو مذهب أهل السنة. يعني يريد أن يقول هو في إجماع أو فيه
اتفاق من الأمة على أن مرتكب الكبيرة فاسق، تمام كده؟ والفسق ليه إيه؟ لدرجات، يعني إيه أدنى درجة؟ أقل درجة اللي هي إيه؟ التغابي. يعني إيه التغابي؟ يعني يفعل الذنب أو المعصية أحيانا وهو مستقبح، يعني يرى أنه إيه قبيح، يبقى هذا يسمى إيه التغابي. بعد ذلك الدرجة الأدنى الأقل أنه يفعل الكبيرة وهو يستنكرها أو يستقبحها، يعني بغلبة شهوة أو يعني بحمية بجهل. الأمر الثاني اللي يطور المسألة ويجعلها أصعب اللي هو أن يعتادها ولا يبالي، يعني تصبح عادة ولا يستقبحها، يعني يراها كأنها شيء حسن. استقبح الإيه؟ استقبحها، يبقى ما زال هي في الدرجة الأدنى. فإذا اعتادها وأصبح لا يبالي، يبقى هذا انتقل إلى مرحلة أشد. الأمر الثالث هو أن يرتكبها مستصوبا لها، يعني يراها كأنها صواب أو يبقى في هذه الحالة ممكن، احنا قلنا الكبيرة ممكن يكفر بها الإنسان، لكن عند أهل السنة، لكن ليس من حيث إنها كبيرة، لكن من حيث الاستحلال، لأنه إذا استحلها أو رآها صوابا أو حقا فهذا معناه تكذيب، يبقى هي تعتبر هنا أمارة على التكذيب. يبقى الكبائر إذا كانت أمارة على التكذيب يكفر بها، وهذا عند أهل السنة. يعني مثلا لو واحد ألقى المصحف في القاذورات هذه كبيرة، وهي في نفس الوقت أمارة على تكذيبه بالقرآن، لأنه لو كان مصدقا لما أقبل على هذا الفعل. السجود لصنم هذه كبيرة، وهي أمارة على التكذيب، لأنه لو كان موحدا ما، وهكذا. فالكبائر إمتى يكفر بها الإنسان؟ إذا كانت استحلالا أو عنادا للشرع، لأنه في هذه الحالة تكون أمارة على على التكذيب، يعني على أنه مكذب. يبقى في كم درجة للفسق؟ كم؟ ثلاثة. اقرأ. احتجت المعتزلة بوجهين، الأول أن الأمة بعد اتفاقهم على أن مرتكب الكبيرة فاسق اختلفوا في أنه مؤمن. وده طبعا منين جاء أنه في اتفاق، تمام، أنه مرتكب الكبيرة فاسق، تمام، ده مذهب أهل السنة. أو كافر هو مذهب مين؟ أو كافر وهو قول الخوارج، أو منافق وهو قول الحسن البصري. لأنه في حصل هنا بيقول فأخذنا بالمتفق عليه وتركنا المختلف فيه. طب ما هو المتفق عليه وما هو المختلف فيه؟ المتفق عليه أنه فاسق، لم يقل أحد أنه من الصالحين أو من الأولياء أو أنه يعني من المقربين، لكن اختلفوا هل هو كافر، هل هو منافق، تمام، إلى آخر ما وصف به مرتكب الكبير. يبقى إذن قال فأخذنا، يعني كأنه مذهب أهل السنة هو الأخذ بالمتفق عليه، وهو فسق مرتكب الكبيرة، وأن نترك المختلف فيه، وقلنا هو فاسق وليس بمؤمن، تمام، ولا كافر ولا منافق، تمام كده. يبقى اللي قال كده انه ليس بمؤمن ولا
ولا كافر، بل هو في منزلة بين الايه بين المنزلتين، ذا رأي مين؟ المعتزلة. والسبب انه هذا ايه القصة بدأ بها مين؟ مع مخالفيه الشيخ الإمام واصل ابن عطاء اللي هو مؤسس مذهب مين؟ المعتزلة. ولذلك قال لمخالفيه في الرأي: لقد أجمعتم على أن سميتم صاحب الكبيرة فاسقا، تمام كده، أو فاجرا، فهو اسم صحيح بإجماعكم، يعني هذا إيه صحيح بالإجماع، بإجماع جميع الفرق، وقد نطق به القرآن، يعني بأنه وصف مرتكب الكبيرة بالفسق في آية القذف: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفاسقون. وآيات أخرى أيضا تصف مرتكب الكبيرة بالفسق، فوجب تسميته يعني بالفاسق. وما تفرد به كل فريق من الأسماء اللي هو منزلة بين المنزلتين أو كافر أو كذا فلا تقبل، يعني دعوة لا تقبل إلا ببينة من كتاب الله تعالى أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبعدين واصل وهو يناقش مخالفيه يقول لهم: وجدت أحكام، يعني طبعا الفسق له أحكام والكفر له أحكام والمنافق له أحكام والمؤمن له أحكام، تمام كده، والأسماء تتبع الأحكام، يعني نسمي بحسب الحكم، يعني إن حكمنا بكفره نسميه نسميه كافرا، وإن حكمنا بإيمانه نسميه مؤمنا، وهكذا. فقال واصل لمخالفيه: وجدت أحكام الكفار المجمع عليها المنصوصة في القرآن كلها زائلة عن صاحب الكبيرة. يعني بيقول أنا رأيت الأحكام اللي ربنا سبحانه وتعالى قالها في القرآن عن الكفار لا يصح أن نصف مرتكب الكبيرة بالكفر، فوجب زوال اسم الكفر عنه بزوال حكمه. يبقى الأسماء كون نسميه كافر نسميه فاسق حسب الحكم، فإذا زال الحكم زال الاسم. بهذه قاعدة الأسماء تتبع الأحكام، يعني إن حكم بكفره يكون وإن حكم بإيمانه يكون مؤمنا. فقال: أنا قرأت الأحكام اللي هي في القرآن الكريم الموصوف بها الكافر فرأيتها زائلة عن صاحب الكبيرة، فوجب زوال اسم الكفر عنه بزوال حكمه، لأن الحكم الأحكام تتبع الأسماء، يعني إذا حكم يبقى خلاص ماشي على كما أن الاسم يتبع الفعل، يعني واحد مثلا قتل فيسمى قاتل، واحد مثلا زنى يسمى زاني، يبقى إذا الاسم يتبع الفعل، تمام كده، والحكم كذلك يتبع الاسم. قال: وأحكام الكفر المجمع عليها المنصوصة في القرآن هكذا، قال على ضربين. قال: قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، هذا حكم الله تعالى في مين؟ في كفار أهل الكتاب. هل هذا يطبق على مرتكب الكبيرة تؤخذ منه الجزية؟ لا. ومثلا في قوله تعالى في قال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب،
ده حكم إلهي في مشركي العرب وفي كل كافر سوى أهل الكتاب، لأنه أهل الكتاب قال حتى إيه يعطوا الجزية. وأيضا هذا الحكم زائل عن إيه؟ عن مرتكب الكبيرة. ثم جاءت السنة، السنة المتفق عليها المجمع عليها أن الكفرة لا يورثون، يعني لا يرث مسلم كافر ولا الكافر، ولا يدفنون في مقابر أهل الملة. يعني دي أحكام جاءت بها السنة أن الكافر لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين. وهل ذلك يحكم به على مرتكب الكبيرة؟ يعني إذا مات لا نرثه ولا يدفن ولا يصلى؟ لا، يبقى زالت عنهم أحكام الكفار، فزال عنهم الوصف أو الاسم. طيب نأتي إلى أحكام الله تعالى في المنافقين. قال حكم الله تعالى في المنافق أنه إن ستر نفاقه فلم يعلم به. واحد منافق ويستر أمره، ما حدش عارف أنه منافق، وكان ظاهر الإسلام، فحكمه حكم للمسلمين. وإن أظهر كفره استتيب وإلا قتل. وهل هذا يطبق على مرتكب الكبيرة؟ طبعا لا. إذن فلا يوصف مرتكب الكبيرة بالكفر ولا بالنفاق. طيب نأتي احنا عندنا كفار ومنافقين ومؤمنين، نأتي إلى أحكام الله تعالى في المؤمنين. الله ولي الذين آمنوا، المحبة، يحبهم ويحبون. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات، الوعد بالجنة. وأيضا هذا لا يوجد في مرتكب الكبيرة، أن الله يحبه أو أن الله يتولاه أو أنه من أهل الجنة، لا. يبقى كده إذا كان الله تعالى وعد المؤمنين والمؤمنات ورضي عنهم وأحبهم، بينما في مرتكب الكبيرة أن الله لعنه، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله ولعنه، أن الله برئ منه وأعد له عذابا عظيما. ألا لعنة الله على الظالمين، وإن الفجار لفي جحيم، وغير ذلك من آيات القرآن. فوجب أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن لزوال أحكام المؤمنين عنه، ووجب أنه ليس بكافر لزوال أحكام الكفار، ووجب أنه ليس بمنافق لزوال أحكام المنافقين عنه في سنة رسول. إذن فما هو الذي بقي له واستقر الأمر عليه أنه فاسق بإجماع الأمة على تسميته بذلك وبتسمية الله تعالى إياه؟ هذا هذه هي أدلة مين؟ المعتزلة. طبعا أدلة عقلية وأدلة نقلية. وهنا الشيخ قال قال فأخذنا بالمتفق عليه وتركنا المختلف فيه، وقلنا هو فاسق وليس بمؤمن ولا كافر ولا منافق. نعم، يعني احنا بنسميه فاسق ولا نسميه مؤمنا ولا كافرا ولا منافقا. يبقى إذن مين اللي قال منافق؟ طب احنا عايزين نعرف آراء الفرق الإسلامية. هنجد كم فرقة؟ شوف كده هنا هنجد أول حاجة قول الخوارج. احسب كده معي، قول الخوارج كافر. طب وقول أهل السنة مؤمن فاسق؟ طبعا لما يقولوا كافر يبقى معناها هل الكافر يوصف بالفسق او لا يوصف؟ يوصف ايضا، يعني لا مانع اذا اتصف بالكفر ان يتصف بالظلم والفسق كله، لانه ليس بعد الكفر ذنب. وذلك نجد وصف الفسق موجود عند الكل. يعني الخوارج قالوا كافر
فاسق. والمعتزلة قالوا إيه؟ في منزلة بين المنزلتين، ولم يسموه لا مؤمن ولا كافر ولا منافق، وسموه إيه؟ فاسق. يبقى المعتزلة قالوا إيه؟ بأنه في منزلة وفاسق. طب والمرجئة قالوا إيه؟ مؤمن فاسق برضو زي أهل السنة. طب والشيعة قالوا كافر نعمة فاسق، يعني لم يجعله كافر زي الخوارج كفر يخرج من الملة، ولكنهم حكموا به كافر. يبقى إذن خد بالك هنا عندنا، يبقى إذن مؤمن فاسق ده تسمية المرجئة. الحسن البصري وحده قال منافق فاسق، هذا رأي الحسن. كافر نعمة فاسق هذا مذهب مين؟ الشيعة. كافر تمام وفاسق هذا مذهب مين؟ في منزلة بين المنزلتين ومع ذلك فاسق هذا مذهب مين؟ المعتزلة. يبقى قلنا كل الايه المذاهب التي تتعلق بمين؟ بمرتكب الكبير. يلا كده الآن حندخل في مناقشة الآراء. يلا. والجواب عنه أن هذا إحداث للقول المخالف. طب سؤال هنا، الحسن البصري احنا قلنا وحده اللي هو قال ايه؟ منافق. واحنا قلنا أدلة واصل أدلة المعتزلة، والخوارج ذكرنا مذهبهم انه الذنوب الأعمال جزء من الإيمان، فإذا تركها يبقى ايه؟ كافر، لأن الإيمان لا يتحقق إلا بالأركان الثلاثة: الإقرار، النطق باللسان، والتصديق بالقلب، والعمل. والعمل يشمل ايه؟ فعل الواجب وترك الايه؟ المحظور. السؤال هنا من اين او ايه دليل الحسن البصري على ان مرتكب الكبيرة فاسق؟ دليل الحديث، ما فيش دليل في القرآن، اللي هو ايه؟ آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، وإذا تمن خان، وإذا وعد أخلف. وهذه كبائر الكذب والخيانة، وهي تاني الكذب والخيانة وخلف الوعد، فهذه إيه؟ كبائر، وهي علامة على النفاق لا على الإيمان ولا على الكفر. يبقى إذا مرتكب الكبيرة منافق. لكن بماذا نرد أو نجيب عن كلام الحسن البصري رحمه الله؟ أن أن هذه الثلاث اللي هي الكذب والخيانة وخلف الوعد لا تكون تمام آية على النفاق. يعني لو أن المؤمن واحد إنسان أو مثلا شيخ أو عالم مرة كده كذب، أو في مرة خلف الوعد، أو في مرة خان الأمانة، فلا يكون منافقا إلا إذا صارت الثلاثة ملكا له. يعني لما هو يكون دائما الكذب ودائما، هنا يبقى منافق، لكن ليس بايه؟ بكذبة واحدة او مثلا بخيانة واحدة. اذا كان دائما يكون اصبح الخيانة والكذب وخلف الوعد يعني سجية له، ملك له، هذا هو المنافق. وليس اذا حدث وكذب مرة يبقى منافق، من اول مرة لا، ده لازم على الاقل 200 مرة حتى تكون سجية فيحمل. ولذلك الجمهور الأمة لم يقولوا بأن الإنسان إذا كذب في الحديث يكون منافقا، لا، ده إذا استمرأ الكذب واعتاد عليه وصار وصار ملكة له، يبقى كانت هذه آية نفاقه، وإلا فلا. يلا يا شيخ. والجواب عنه أن هذا عنه يعني عن إيه؟ ها؟ ها؟ عنه
عما احتجت به المعتزلة أو عن دليل المعتزلة. نعم. أن هذا إحداث للقول المخالف لما اجتمع عليه السلف من عدم المنزلة بين المنزلتين فيكون. يبقى أن هذا إحداث للقول المخالف. يبقى هنا لما تمام يبقى لما يعني هذا مخالف لما اجتمع واجتمع يعني أجمع اجتمع يعني أجمع وهي معنى الإجماع. الإجماع كلمة زي ما في القرآن كده فأجمعوا أمرهم مثلا وأسروا النجوى. الإجماع يعني أجمع يعني الإجماع العزم على أمر محكم لا يخالف فيه. يبقى معنى كلمة الإجماع في اللغة كده لها معنى في الاصطلاح أنتم عارفينه، إنما إيه معنى الإجماع لغة؟ العزم على أمر محكم لا يخالف فيه. أما تعريف الإجماع زي ما احنا درسنا إيه تعريف الإجماع؟ اتفاق المجتهدين تمام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور حتى زماننا. اتفاق المجتهدين في عصر من العصور على حكم شرعي يعني على حل شيء أو على حرمته أو على إلى آخره. خلاص، فهذا هو الإجماع. يبقى معنى كده والجواب عنه تمام كده حاصل. اقرأ كده. حاصل هذا الجواب أن هذا ترك كده للمتفق عليه تمام كده. ما هو المتفق عليه؟ يبقى لما اجتمع عليه السلف من عدم المنزلة بين المنزلتين. طب هو السلف أجمع على إيه؟ أو الإجماع على إيه؟ طبعا المجمع عليه هو كونه فاسقا، ده مجمع عليه، لكن ليس مجمعا على أن الفسق منزلة بين المنزلتين. يبقى كونه فاسق ده مجمع عليه، لكن هل الفسق ده منزلة بين الإيمان وبين الكفر؟ لا. يبقى هو معنى أن هذا إحداث للقول المخالف لما اجتمع عليه السلف من عدم المنزلة بين المنزلتين فيكون باطلا. يعني حاصل الجواب ده أنه ده ترك للمتفق عليه، لأنه المتفق عليه أنه فاسق، لكن ليس متفقا على أن الفسق. ليه ده؟ أنت فهمت لماذا؟ لأن الفسق لا يتعارض مع وصفه بالكفر ولا مع وصفه بالإيمان ولا مع وصفه بالنفاق. يعني معناها إيه؟ ممكن يكون الفاسق مؤمن، يعني المؤمن اللي هو بيرتكب بيشرب الخمر ويزني ده فاسق ولا مش فاسق؟ ممكن يكون الفاسق كافر والكافرون هم الفاسق أو هم الظالمون، وممكن يكون الفاسق منافق. فما حدش قال انه الفسق منزلة بين لان الفاسق اما مؤمن واما كافر. فاذا جعلنا الفاسق ده في منزل او منافق وقلنا كلهم اجمعوا على الفسق سواء كان كافرا او منافقا او مؤمنا، يبقى لما نقول انه الفاسق ده او بالحكم بالفسق اللي هو المجمع عليه، يبقى هذا ترك لما اجمع عليه السلف واخذ بكلام لم يقل به احد. الله يشكرهم. الثاني انه ليس بمؤمن لقوله تعالى افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. بيقول لك ليس مؤمنا، ما احنا قلنا كله متفق على فاسق، لأنه الحق تعالى جعل الإيمان المفروض يكون الإيمان في مقابلة الإيه؟
الكفر هنا جعله في مقابلة الفسق، جعل المؤمن مقابلا للفاسق. كيف نجيب على هذا؟ المراد احنا قلنا لا مانع ان يكون الفاسق كافرا او مؤمنا او منافقا، فالمراد بالفاسق في الآية دي الكافر بقرينة بقرينة لا يستوون، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا لأن الاستواء ورد في القرآن الكريم بين المتقابلين تقابل تضاد، ما دام الجب لا يستوون يبقى معناها هنا في تضاد بين المؤمن وبين الفاسق، وهنا قد يكون الفاسق مؤمنا، فلا يمكن أن يكون هناك تضاد بين الإيمان والإيمان، فلا بد أن يكون المراد هنا بالفاسق الكافر حتى يحصل التضاد أو حتى يحصل التقابل، لأنه قلنا التقابل يأتي بين الضدين أو النقيضين. قال تعالى وما يستوي، شوف كده أو ما يذكر الاستواء في القرآن بيجيب لك الضدين. طيب هل الفسق ضد الإيمان؟ لا، يجتمع الفسق مع الإيمان ويجتمع الفسق مع النفاق ويجتمع الفسق مع الكفر، فالذي لا يجتمع مع الإيمان هو الكفر. ولهذا قال أن المراد بالفاسق في الآية الكافر بدليل قرينة لا يستوون. ليه؟ لأن مادة أو كلمة الاستواء في القرآن جاءت في تقابل التضاد، كقوله تعالى وما شوف كده الأول تيجي كلمة وما يستوي يأتي ضدين. قال تعالى لا يستوي مادة الاستواء أصحاب النار وأصحاب الجنة، يبقى تضاد. قال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير، تضاد. ولا الظلمات ولا النور، تضاد. ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. فعرفنا أن المراد به بالفسق الكفر هنا. الثاني أنه ليس بمؤمن لقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، جعل المؤمن مقابلا للفاسق. يبقى لما جعله مقابل للفاسق وذكر كلمة الاستواء ظهر لنا أن المراد بالفسق الكفر، أو أن الفاسق هو الكافر وليس الفاسق هو العاصي هنا. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إيه معنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ جملة وهو مؤمن دي جملة حالية، حال من قوله لا يزني، يعني أنه نفي عنه الإيمان ليس لوصفه بالزنا، وإنما حينما يباشر المعصية أو حينما يفعل الشيء. ولهذا لم يقل لا يزني الزاني وهو مؤمن، قال حين يزني. فكلمة حين حال، يعني حالة كونه يزني لا يكون مؤمنا. لا إيمان لمن لا أمانة له. يعني جايب وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، يعني معناها نفى الإيمان عن غير اللي هو إذا اؤتمن خان. فنفي الإيمان هنا يحمل على أن المراد به نفي الإيمان الكامل وليس نفي أصل الإيمان. قال أنه ليس بمؤمن ولا كافر لما تواتر من أن الأمة كانوا لا يقتلونه ولا يجرون عليه أحكام المرتدين. يعني هو لو كان كافرا لأجروا عليه أحكام المرتدين، ولو كان مؤمنا لارتردوا عنه واقتدوا بأعماله الصالحة. يثنونه في مقابر المسلمين. والجواب أن المراد بالفاسق في الآية هو الكافر، لأن الكفر من أعظم الفسوق، والحديث وارد على سبيل التغليظ والمبالغة في الزجر عن المعاصي،
بدليل الآيات والأحاديث الدالة على يبقى إذن ولا كافر لما تواتر من أن الأمة كانوا لا يقتلونه. يعني واحد مثلا وضعت عنده أمانة ثم خانها يبقى كده كافر يعني ارتد لأنه كان مؤمنا قبل الأمانة، يبقى كده إيه يجب أن نجري عليه أحكام الردة. والأمة لا يفعلون هذا، لا يجرون عليه أحكام المرتدين ويدفنونه في مقابر المسلمين ولو كان كافرا ما دفن في مقابر المسلمين. والجواب أن المراد بالفاسق في الآية هو الكافر. احنا قلنا في قرينة بيّنت لنا اللي هي ذكر كلمة لا يستوون، لأن الكفر من أعظم الفسوق. يعني إذن الكفر هو في الحقيقة فسوق، بل هو أعظم فسق. والكفر هو معصية، بل هو أعظم معصية. يبقى هو داخل في جنس يعني لو قلت لك هل الكفر طاعة ولا معصية؟ معصية. يبقى إذن الكفر من المعاصي، ومع ذلك هو معصية، ومع ذلك يخرج من بس يعني إذن مش كل المعاصي، في معاصي اللي الكفر وفي ما دون ذلك، لأن الكفر من أعظم الفسوق. يعني هو فسوق ولكنه من أعظم الفسوق. والحديث له حديث إيه؟ والحديث وارد على سبيل التغليب، إيه اللي هو الحديث بتاع لا يزني الزاني وحديث لا إيمان على سبيل التغليظ، تمام، والمبالغة في الزجر. أو يحمل إيه في جواب ثاني أن المراد بنفي الإيمان في الحديثين الإيمان الكامل، خلاص. طب لماذا لم يقل ليس إيمانا؟ قال تركه، يعني لم يقل مبالغة في الزجر. وذا قال لا إيمان يعني مبالغة في الزجر. ولو كان الـ يعني لا يوجد زجر كان قال لا إيمان كاملا، ولكنه ترك التعبير هذا مبالغة في في الزجر. بدليل الايه؟ بدليل الآيات والأحاديث. لأنه لو احنا عملنا سلكنا هذا المسلك المعوج، ناخذ ببعض الأحاديث أو ببعض الآيات ثم نترك الآيات الأخرى، هذا مسلك يعني فيه عجاج وفيه انحراف. يعني أحاديث تقول لك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وكذلك حديث لا إيمان. هناك أحاديث صحيحة بل ممكن تكون أصح من هذا وأقوى ومتواترة أثبت النبي صلى الله عليه وسلم فيها الإيمان على الرغم من وجود هذه المعاصي، حتى قال بيقول هنا بدليل الآيات والأحاديث الدالة على أن الفاسق مؤمن لا كافر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما بالغ في السؤال، راح قال له قال نسلم قال في الحديث اللي هو فيه أجيب لك نص الحديث، أخرجه البخاري عن أبي ذر أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيت وقد استيقظ، فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك، يعني على التوحيد مش على القول، لأنه ممكن ناس كثير يعني لا ينطق الشهادة لكنه مؤمن، فكونه نطق الشهادة ده إنما مش معناه إذا لم ينطق أنه كفر، لا، قد يكون يعني لا يستطيع النطق لمرض لكنه مات على التوحيد وليس على القول. لأنه لو نفينا التوحيد بنفي القول يبقى معظم الناس لا يموتون على الإيمان إلا إذا نطقوا، هو نطق بها حياته كلها بوحد، فليس بالضرورة أن ينطق بها عند إلا أنه لا ينطق بضدها، إنما طالما هو على الإيمان خلاص نطق أولم ينطق. يبقى كيف هل نضرب الأحاديث ببعضها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا أبي ذر يقول له من مات على ذلك يعني على لا إله إلا الله دخل دخل الجنة. قلت وإن زنى، الحديث قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، طيب هنا يقول له وإن سرق،
قال وإن زنى وإن سرق. فسيدنا أبو ذر استغرب كيف هو يمكن سمع ليه الحديث الثاني اللي بتاع إيه لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن. فقال وإن زنى، كان يعني بينبه أو يذكر سيدنا رسول وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى، فلما زاد وأصر قال سلم وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. يعني كأن أبا ذر رضي الله عنه يريد أن يكفره. فقال له على رغم، والرغم يعني معناها رغم أنف، يعني إيه التصق بالتراب من الرغام، يعني الوصول إلى إيه التراب. وهي معنى كلمة رغم أنف فلان يعني التصق به بالتراب، تمام. وهذه يعني بيعبر متى يعبر بهذه الكلمة رغم أنف فلان؟ إذا حصل الشيء على غير مراده، يعني هو يريد أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا آخر فقال له شيء على غير إيه مراده، فهذا هو إيه معنى رغم إيه أنفه، يعني حصل الحكم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم على إيه غير مراد مين سيدنا أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يلا أخي. احتجت الخوارج بالنصوص الظاهرة بأن الفاسق كافر. الآن حيأتي بمين بكلام الإيه الخوارج، يعني بعد ما قال لنا كلام المعتزلة وقلنا احنا كده لازم نعمل ايه نوفق بين الأحاديث، فالأحاديث التي وصفته بأنه مؤمن وأنه من أهل الجنة إذا مات على التوحيد لا تعارض الأحاديث الأخرى التي نفت عنه الإيمان لأنها محمولة على الزجر والتهديد والوعيد الشديد، بدليل حديث إيه وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر، ورغم الأنف يعني وصوله إلى الرغام، الرغام يعني التراب على سبيل الغلبة، وهذا يعبر عند إيه به عند وقوع الشيء على خلاف مراد المخاطب قهرا، رغم أنف يعني كأنه يعني إيه قهرا يعني. نعم يلا. احتجت الخوارج بالنصوص الظاهرة في أن الفاسق كافر قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يعني الوصف ده ومن لم يحكم، الحكم هنا إيه؟ هل التقاضي ولا التصديق؟ يعني ومن لم يحكم يعني من لم يصدق يبقى ده كافر، لا خلاف في ذلك، إنما إذا كان الحكم يعني عند التقاضي فليس إيه ليس كافرا، وإنما نوع من الإيه من المعصية أو من الفسوق، لأنه ما لم يقل أحد أن المراد بيحكم يعني يصدق. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يعني خدوا إيه إنه خلاص ربنا سبحانه وتعالى وصفه بأنه كافر، وهنا لم يكفره لأنه مرتد أو لأنه مثلا عبد صنما أو لأنه يعني وضع صليبا، وإنما كفر لأنه لم يحكم. احنا قلنا الآية دي نازلة في أهل الكتاب في أهل التوراة، يعني لأن الله تعالى يقول يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يعني إيه معنى كانوا يحرفون الكلم يعني يغيرون أحكام الله، فلا يحكمون بما شاء بل يضعون شيئا غيره وينسوا، هذا كفر إذا كان الحكم على هذا الإيه المقتضى، بدليل إيه يشترون بآيات الله قبلك يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله يبقى معناه الحكم هنا معناه التبديل وتغيير ما شرعه الله، وهذا يؤدي إلى التكذيب فيكون كفرا. وقوله تعالى ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، هي وجه الاستدلال، عرفنا وجه الاستدلال بالآية بتاعت إيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم
أنه سمى من حكم بغير ما أنزل الله، وهذا كبير، يعني معصية، سماه كافرا، فبناء على هذا يكون مرتكب الكبيرة فكافر. لكن الآية الثانية: ومن كفر، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ما وجه الاستدلال هنا؟ يعني أن ضمير الفصل فأولئك هم، ضمير الفصل حصر الفاسق في الكافر، يعني معناها لا يكون كافرا إلا الفاسق. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، يعني من هم الكفار، تمام، أو من هو الفاسق؟ هو الكافر. وعشان كده عنده الخوارج ما فيش مشكلة، فأولئك هم الكافرون في الآية الأولى. الآية الثانية: الظالمون، أولئك هم، خلاص، ما هو كله كأنه تأكيد، يعني لأنه ربنا قال: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، يعني هم الفاسقون لا غيرهم، بدليل بدليل ضمير الفصل، لأنه ضمير الفصل اللي هو هم يفيد يفيد الحصرة. ده الجواب، احنا عارفين طبعا بتوع اللغة بيقولون في حصر حقيقي وفي حصر إضافي، يعني سموه حصر ادعائي للمبالغة، يعني هذا ليس حصرا حقيقيا، وإنما هو حصر ادعائي للمبالغة، وإلا فالفاسق يتناول الكافر بعد الإيمان وقبله إجماع، هذا حصر ادعائي وليس حصر حقيقي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. برضو هنا من ترك، ده حديث صحيح، شوف كده، وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط عن أنس، وكمان في رواية تانية أو تمام الحديث: فقد كفر جهارا. وفي أحاديث كثيرة في كفر تارك الصلاة، لكن محمول على هل تارك الصلاة كافر؟ لا، كيف هو يشهد أن هو مصدق؟ يبقى معنى الحديث: من ترك الصلاة متعمدا، محمول على الاستحلال، يعني رأى أن تركها حلالا، أنه لا مؤاخذة فيه، لا عقاب فيه، يعني كأنه يقول صليت هذا جائز، لم تصلي هذا جائز، فكأنه يستحل ترك الصلاة، يعني يقول بأن الصلاة جائزة مش واجبة، تركها جائز وفعلها جائز. فإن قال هذا يبقى مكذب، لأن قوله تعالى: وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، فهذا يفيد الوجوب. يبقى إذن الحديث محمول على على الاستحلال. وفي أن العذاب مختص بالكافر بقوله تعالى: أن العذاب على من كذب وتولى. يعني يقول لك النصوص اللي فيها عذاب وفيها وعيد دي، الله تعالى لا يعذب إلا الكافر، والله تعالى يقول في كتابه أن العذاب في حق، في الآية بتاع سورة طه، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب الله. لا قبل إنني معكما ذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله أو يخشى. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا أو أن يطغى. قال: لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية. والسلام على من اتبع الهدى. إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب، يعني معناها
من لم يكذب ولم يتولى ليس بمعذب، أن العذاب على من كذب وإيه وتولى. يبقى ما وجه الاستدلال أيضا بهذه الآية وهي قوله تعالى أن العذاب؟ وجه الاستدلال أن تعريف المسند إليه يحصره في المسند، يعني والجواب هنا الحصر هنا زي ما قلنا ايه حصر ادعائي. ليه؟ لانه هنا لو قلنا انه حصر حقيقي يبقى ليس هناك عذاب الا على من كذب وتولى. والسؤال شارب الخمر معذب وليس بمكذب، خلاص كده. يبقى إذن الحصر هنا على من كذب هذا مبالغة، كأنه يعني لا يعذب إلا من كذب، هذا من سبيل المبالغة. أنما غير المكذب يعذب أيضا بدليل أن شارب الخمر أو يعذب وليس به وليس بمكذب. فالحصر هنا في الآية الذي أفاده إيه؟ تعريف المسند إليه وجعله محصورا في المسند، هذا حصر إيه؟ ادعائي. لا يصلها إلا الأشقاء الذي نفس الكلام كذا، الذي كذب إيه وتولى. وقوله تعالى إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، وبعدين قال إلى غير ذلك، إنه في نصوص أخرى زي إيه قوله تعالى وهل نجازي إلا الكفور، يعني معناها غير الكفور لا يجازى. طب يعني شوف كده، وهل نجازي إلا الكفور أو إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، يدل على إيه؟ على أن الفاسق كافر، هم كده في بال، لأنه يجازى. شوف كده لقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه، يعني عليه إيه جزاء، وإذا جوزي وعوقب فهو كافر، لأن الله تعالى يقول إن الخزي والسوء واليوم والسوء على الكافرين، ويقول لا يصلاها إلا الأشقى الذي، فكل من يعذب عندهم وكل من إيه وصف يبقى معناه إيه أنه كافر، خلاص. وقوله تعالى أما الذين فسقوا فسق فمأواهم النار، وأيضا في نصوص أخرى زي قول صلى الله عليه وسلم من مات ولم يحج فلا عليه إلا أن يموت يهوديا أو فقالوا كل ده يفيد إيه كفر مرتكب إيه الكبيرة، ده عند مين؟ عند الخوارج، ما عندهمش منزلة بين المنزل. فكل هذه النصوص سواء كانت آيات أو أحاديث فالجواب عنها إيه والجواب أنها متروكة الظاهر، أنها متروكة الظاهر، يعني تحمل على ما لا يخالف النصوص القاطعة. يعني مثلا نحكم أو نحمل قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون، على ايه؟ على انه الكافر هنا المراد به الايه الكفر الذي لا يخرج من الملة، او يحمل الفسق على الايه اذا اريد به الكفر على الفسق الكامل، لان الكفر من اعظم الايه من اعظم الفسوق. يبقى ان نحمل والجواب أنها متروكة الظاهر للنصوص القاطعة على ان مرتكب الكبيرة ليس بكافر، والإجماع يبقى إذا في نصوص قاطعة وفي نصوص مثلا فيها احتمال ماذا نفعل؟ يبقى نحمل النصوص اللي هي ليست يعني فيها قطع على النصوص التي بها قطع. ليه؟ لأن هناك نصوص قاطعة تدل على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، وللإجماع المنعقد على ذلك، على إيه؟ على ما مر. في واحد يسأل سؤال، كيف نقول للإجماع مع أنكم قلتوا في قول الحسن البصري وهذا إيه خارج عن الإجماع، يعني الإجماع على أنه مؤمن فاسق، لما الحسن البصري والشيعة الآراء اللي قلناها دي كيف الإجماع يعني معناها ما فيش خلاف،
إنما كيف وجد الإجماع مع وجود هذه الآراء المخالفة، بل الخوارج فرقة كبيرة جدا ولم تدخل في هذا الإجماع. فماذا قال؟ قال والخوارج خوارج عما انعقد عليه الإجماع فلا اعتداد بهم. يعني عاوز يقول لك الآراء اللي هي الشاذة التي ذكرت ومنها قول الخوارج لا تخرق الإجماع، لأنهم لا أصلا هم خوارج على الجمهور وخوارج على الأمة، كيف ندخلهم في الإجماع؟ ده حتى لو دعوناهم للإجماع لا يقبل ولا يرضى ويقاتلك. فهذا إذا لم يعني إذا خالف فلا يضر قوله، لأنهم خوارج وخرجوا عما إيه أجمعت عليه الأمة. يعني خوارج عما انعقد، يعني كأنه هم خرقوا الإجماع، وإذا خرقوا الإجماع فلا يقام لهم وزن، لأن الله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. يبقى إذن هل يقال إنه الإجماع لم ينعقد لأن الخوارج لم يوافقوا أو مثلا لم يدخلوا في هذا الإجماع؟ لا. خلاص يا شيخ محمد، والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد.